هلا والله، هلا 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 والله بتتي، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ وين رايح؟ فقع هذول الحبايب منتظرين. هلا والله، حياك الله يا مرحبا، حياك الله حياك الله. جيت بالطير اليوم؟ جيت ايه موجود الببغاء؟ عندك جوا. يلا، المعذرة إذا تأخرت عليكم، سامحونا. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب، كيف امورك؟ ان شاء الله بخير، كيف صحتك؟ طيب، تفضل يا شباب. السلام عليكم. كيف حالك؟ يا مرحبا، يا هلا بك. كم لك تنتظر؟ من 5 إلى 3. يعني انت اول واحد؟ اول واحد. طيب بسم الله نبدا. حسان تعال، انت ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله فنان. اقلب لي الطير هذا، اقلبه. خليه ينام هنا زي قبل شوية. يا توتي توتي، ارجع شوية ورا يا حبيبي، ارجع شوية هنا. خليه على الطاولة نايم. ايوه، شوف الاحتراف كيف يهديه بأصابعه حتى يشغل ويخليه يثبت في المكان هذا. ما شاء الله. جيب الثاني، خليه جيب الثاني. هذا لسه تدريب جديد. خلاص جيب لي هذاك، اقلبوه خليه ثابت، بس وخر هذا علشان ما يشغله، عشان يبقى ثابت. ايوه نومه، اقلبوه. لفه كده. ايوه يا سلام عليك. والله انت بطل. كم طير دربته؟ خليه. كم طير دربته؟ واحد. هذا الروز ما شاء الله، والكاسكو تبعكم برضو ما شاء الله. انت فنان ما شاء الله عليك. انا اتوقع انك بتصير كابتن تدريب في جدة وفي مكة ان شاء الله. انت من مكة ها؟ طيب قول لنا اسمك من جديد. حسان محمد عبد الله. حياك الله. الاسم الكريم؟ فيصل فارس. فارس القرشي. ونعم يا فارس، حياك الله. ما شاء الله الدرة الجميلة هذه ما شاء الله. عنده مشكلة بس في الريش، وكان عنده مشكلة في فراغ هنا في القفا. طيب نكمل، انا بوقف التصوير عشان نكمل الشغل. هلا والله بالسمي، حياك الله. الاسم الكريم؟ حمزة عايش. حمزة عايش، يا مرحبا. جميلة ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك. طبعا خلصنا منها، ما قلنا لهم ايش سوينا، بس مرضنا الاظافر ودربناها على طريقة اللي هي طريقة الطلوع على اليد المكافأة. ايوه كان عنده مشكلة بسيطة، بس دحين ما شاء الله تبارك الله. يعني انا سعيد والله حبيبي. انا اسعد ما شاء الله. جميلة هذه، ايش سميتها؟ اسمها ميشو. ميشو ايوه، لان جتني بالاسم هذا وخلاص يعني تعودت على اسمها. عند الاطفال يعني تعودوا على اسمها. شوف العيون الناعسة ما شاء الله، فيها ميشو شوية. طيب حنكمل بعد الصلاة. هذا ماكس، وهذا صاحب ماكس الكينج، بعدين حتشوفوه إن شاء الله في الهدد. ما شاء الله تبارك الله أبدع. حخليه إن شاء الله مفاجأة لكم، وأرتب لكم ترتيبات كذا تشوفوها على بينة. طيب هذه الطيور الشباب، بعد الصلاة إن شاء الله بنشوفها. عليكم السلام، يا هلا، حياك الله، يا مرحب، يا هلا بك. نبغى بعد الصلاة طيب نصلي ونرجع وابشر. هلا والله، هلا 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 ما شاء الله، يا هلا والله، حياك الله. الاسم الكريم؟ غسان. يا اهلا يا اهلا، حياك الله. كيف المليح هذا؟ المليح هذا مشكلة بتغذية، بس كنا ما نغذي كويس ومقاعدينه بس على الحبة الشمسي والفول السوداني، ولازم نشكل له في الاكل وزي كذا، وان شاء الله يتحسن. طيب هذا يا جماعه الخير ما شاء الله تبارك الله، ريشه كامل، طبعا كان مقصوص ونتفه وطلع من جديد. ريش الديل برضو شوفوا كيف، برضو جديد.
لكن بقي عليه التغذية بس حتى يكون بعض الطيور يكون عندها حساسية من الأكل اللي فيه دهون عالية زي الأكل اللي احنا شايفينه، فلا بد التنويع له. بس بالتغذية الجيدة حتتحسن أموره إن شاء الله، باقي الأمور طيبة. هلا والله يا مرحبا، أهلا وسهلا. يلا إيش تبغى تسألني؟ دورك شوغر ولا جوليا؟ إيش؟ دورك شوغر ولا جوليا؟ شوغر. جوليا ما هي فيه، تعال بس هذا سؤالك وخلاص. تعال طيب قل لي إيش اسمك؟ علي. علي إيش؟ بقرة. أهلا يا علي. تحب الببغاوات؟ ها؟ تحب الببغاوات؟ إيش أحسن ببغاء عندك؟ تعال. هذا حقكم يعني، عشان حقك خلاص هو أحسن ببغاء. ما شاء الله. مرحب حياك الله. الله يرضى عليك. يا هلا. هل اسمك؟ حساب. ونعم. ومعاك هذا ولا؟ ها؟ يا مرحب. صالح الزهراني. وسعيد؟ سعيد الحساب. الحساب ونعم والله فيكم. هذا يا جماعة لف بالله لف، خلنا نوريهم بس ايش مشكلة يا سعيد؟ مشكلة هو قاعد يطلع هنا. طلع هنا فوق اشوف. ايوه امس جبنا ابو ريشة، اليوم جبنا ابو ريشتين. هذا نفس ريشة ياكل ريشة ياكل الجنحان ياكل الكوع. ايوه نفس حالة اللي امس. شيخ ما شاء الله فطين، الله يبارك لك يا رب. طيب هذا الحين ها؟ كيف صحته تجارب؟ صحته جيدة ما شاء الله، لكن ما زال هذا النوع يحتاج لإشعة الشمس بشكل أكبر من باقي الأنواع. أيوة ويحتاج رطوبة وترويش باستمرار. أنا حاطط الجيت الصبور. أيوة ما شاء الله. أول شيء عرفني بالاسم الكريم. عبد الرحمن مسلم. عبد الرحمن حياك الله. هذا برضو كمان؟ إيش مشكلته؟ جناح. طيب يلا بسم الله. أبو سعيد يشرح. تضحك معاك حبيبي. تبدل معاك في فطين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولا بي ما شاء الله ما شاء الله. تعال يا حلو تعال. هلا والله يا مرحبا. وين رايح؟ أكيد في راسك. لا 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 أنت صاحب الطير. الاسم الكريم ماجد. إيش أبو مهيوب. مهيوب يا مرحبا أخوي ماجد. إيش مشكلته؟ والله مشكلته نتف. عنده نتف الريش. بدنا نسوي له بس كده نشوف ايش موضوعه. لو سمحت بنصور. اول شيء حياك الله، انت جاي من المدينه؟ يا مرحبا. الاسم الكريم محمد. جميل. يا اهلا حياك الله اخوي محمد. طبعا احنا خلصنا من الاخ هذا، زعلان الحين. ما شاء الله تبارك الله. كان عنده بس شوية مشاكل. الله يسعدك يبارك فيك. انت ماشي على المدينة الحين؟ جالس؟ طيب دعواتك. احتاج دعواتك. الله يسر امرك. فرصة سعيدة يا هلا حياك الله. تعال يا عمر تعال. تعال يا عمر. هلا والله هلا هلا. ايش السيارات هذه ما شاء الله؟ كم سيارة عندك؟ شكلك توك تنتبه. طيب هذا ابو عمر مدرب الكليكر اللي كنت اقول لكم عليه. ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا منه في التدريبات. حنشر لكم حسابه ان شاء الله قريبا. عمر انت تساعد بابا في التدريب حق الطيور، تاكلها. ايش تسوي؟ اي شيء. ايش تسوي؟ اي شيء. ايش علمني ايش؟ اي شيء كل شيء. تغير لها مويه؟ ايوه. والله واضح سلك لي. طيب عمر الطيور هذه احسن ببغاء عندك؟
جيكوب. مين هو؟ بالسيارة. السيارة؟ ايوه. ليه ما جبت؟ اوي دول. سؤال ثاني، مين احسن انسان عندك؟ ابويا. ما شاء الله عليك. وامي. ها؟ وامي. وامك؟ ايوه. طيب امك ولا ابوك؟ الام. الام؟ ايوه. سحب عليك. لازم تسحب عليك. عين عينك سحبت على ابوك؟ طيب ماشي، صح على ابوك، والام ثم الام ثم الام، صح؟ بعدين ابوك، واحد ابوك. ايوه. اول شيء حياك الله. ايش المشكلة حق طيارك؟ اول شيء الاسم كريم. مؤيد. ايش؟ مؤيد المغربي. مؤيد؟ مؤيد المغربي. ونعم، حياك الله يا مؤيد. ايش المشكلة بالضبط؟ ما في مشكلة، لكن ابغاك تشوف كيف صحته، واذا في ريشة ناقص، في ريشة زي هذا او شيء زي كذا، تنتبه لي. كم اللي عندك؟ تقريبا 4 شهور. مؤيد، خلصنا من ببغاءك. طيب ابغاك تقول لي بس عن فترة الترويض وكيفك مع الترويض. الصراحة استمرت لمدة فترة طويلة، يمكن تقريبا 2 شهر. هذا وحشي. ايه. فبدأت اروض وصرت امسك الجوال كذا، امسكه كذا وبيدي من ورا احك له راسه بأساس ما يقدر يعضني، واستمرت معه وبدأ يقبل المسح الراس. بعدين حبة حبة بدأت أمسك أدرب على أطلع اليد بقماش أطلعه، صار بعدين خلاص صار يقبل يطلع من يد. كم الفترة اللي أخذتها لين ما صار؟ ممكن 4 شهور 3 شهور. وهذا؟ هذا ماله ممكن كم قليل، هذا الحين بس لسه الريش كيف تشوف. ما شاء الله تبارك الله. هذا كم له عندك يا ولد؟ 4 سنوات. ما شاء الله تبارك الله. وهذا كم؟ شهر. انت ما شاء الله كم لك تربي من البوابات؟ من زمان ما شاء الله. كم كان عندي واحد ما شاء الله تبارك الله، كان حاطط غطا عليه. ايوه. شركه الغطا ورحت الإدارة وجيت حطيت ميت. ميت في الشمس يعني كان؟ 16 سنة. ما شاء الله 16 سنة. الحين ما اروح انا واروح. ايوه. كان يعني تعرض للحرارة الشمس ولا الشمس؟ ايوه. الشمس تقتل الطيور بسرعة، خاصة هنا في جدة، في الظهرية، في كتمة، هذه كلها اسباب تسبب موت الطيور يعني. الله يبارك لك. هذا له 4 سنوات ما شاء الله. ما شاء الله. يبغالك تشوف له عروسة. هذا هي الجلسة الثانية للأخت. حياكم الله وبياكم. عرفنا عليك. ريان سندي. يا هلا بالطيارة. إيش مشكلة طيارك؟ والله. الجلسة الثانية للأخت. يا مرحبا، حياكم الله. الله يبيك إن شاء الله. إيه. الاسم كريم. ريان سندي. حياك الله ريان. الله يبيك إن شاء الله. مشكلة الطيار زي ما أنت شايف ملخبط الريش حقه، ماني عارف إيش المشكلة. والديل حقه شوف، قص الديل ما باقي له ولا شيء في ديله، باقي واحدة ريشة زي ما أنت شايف. نفس اللي أمس شفته وشجعني صراحة إنه أجي عندك. الله يعطيك العافية ويكتب أجرك إن شاء الله. كيف والدك مع الطيور؟ ها شوفه قدامك. عابد. يا مرحبا يا عابد. هو أبو عابد. كيف مع الطيور؟ تعامل معاها ولا على خفيف؟ يعني الشغل شغل أبوك كله. هو اللي تعامل، هو اللي تهتم. وقت تصير أنت محترف كمان في التدريب. تعمل. بس غير له أكل، يجيب له موية، يروشه. ما يقصر الله يكتب أجرك. هذه هي حسنات كثيرة. ما شاء الله. أول شيء حياك الله. الله يحييك. الاسم كريم. عبد الله. حياك. عبد الله. الثقفي. ونعم حياك الله. إيش اسم ببغاك؟ سميني برينو. برينو، يا هلا والله برينو. هذا بس عنده مشكلة في الريش. ها هلا والله بعابد.
طيب في هنا ريش، هذا الريش قديم بتشوفه فيه لونين، لون الأساسي واللون الجديد هذا اللي هو ريش جديد، وهذا القديم. أغلب الريش اللي تالف هو الريش القديم اللي لسه ما بدله، هو بطبيعة الحال إذا بدل حيطلع الريش النظيف وما يكون عنده أي مشكلة. أحيانا صاحب الببغاء يستعجل ويشيل الريش التالف زي هذا مثلا. شايفين الريش التالف واللي فوق الريش النظيف. على العموم ببغاء سليم ما في أي مشكلة، يعتبر أموره طبيعية تماما، ما يحتاج تدخل. يلا انك تحييه. يا هلا ومرحبا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يبارك لك. عرفنا عليك اول شيء. اخوك سلطان الغامدي. سلطان الغامدي. اي نعم عليك زود. ايوه ما شاء الله. فين في مكتب؟ هذا اللي في يدي. اي عندها بعض التصفير وتطلع تصفيرات كذا غير وي وي بابا جاء. خلاص كيف؟ اي وياك. هذا اللي دائما اقول للمتابعين اللي يسالوني مستجدين ايش نشتري، اقول لهم خذوا زي هذا العنوان اللي هو الكروان او الكوكاتيل، متكلم بشكل جميل ممتع، سعره يعني مقبول ومعقول، والممتلئ ينفع معه.